اي حد يستمتع بيه. بس الناس برضو النهارده جمهور النادي الاهلي دايما مستمتع بوليد ازارو اللي انت جبته للنادي الاهلي اللي عامل 10 مليون دولار كابتن. من خلال رئاستك للجنه الفنيه ابرز اللعيبه اللي انت جبتها خلال الموسمين الماضيين او الثلاثه. طيب اللي ده الناس محتاجه تعرفه. طيب لان لما يعني النادي الاهلي ما اخترقش الحته دي غير عشان عينك الحلوه اللي بتعرف من خلالها تختار اللعيبه. يعني هي اللي احنا جبناهم بقى عشان نتكلم على اللجنه كلها. الله يفتح عليك. مين اللجنه بقى يا كابتن؟ انا حمد ابو رادي كابتن ناجي خليل وده قدمنا واكبرنا واحسننا. ده دايما ده بيجيب من الاقاليم يا كابتن. ما انا عشان بس انت حضرتك بترد عليا. احسننا في دي لافف في مصر كلها. وهشام حنفي كابتن هشام حنفي موجود معانا. مجموعه محترمه جدا شخصيات كلها انا عارفها كويس قوي. في ناس لعبت معاها زي حمد ابو رادي وكابتن ناجي عارفه كويس قوي. وهشام ده دايما بقول عليه اخويا الصغير. ايوه وعينهم كويسه جدا وبحب وحابين بعض قوي. تحسوا في الاهلي يعني احساس اقوله للمشاهدين يعني. وانا يعني في النادي الاهلي من سنه 90 بحس في النادي الاهلي كده ان كنتوا عيله بالزبط. اسره دايما عنصر الاخوه والترابط الاسري موجود بينكم كلاعيبه بالظبط مش التنافر. لا لا وحتى بعد الكوره يعني كانت مصطفى يونس لو حضرتك فاكر قال ايه احنا كلنا كنا اسره واحده. ايوه بره الملعب وجوه الملعب ما يا زمعات. انا بحضرتك انا كنت وانا رايح النادي انا فرحان عشان رايح التمرين. ايوه يعني متخيل واحد شوف اصحابك بس مش دماغي مين هيلعب. لا 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 انا فرحان عشان رايح التمرين فرحان. أيوه. بس أيوه. فهي دي الميزه الحمد لله اللي موجوده ودي المجموعه اللي معايا كابتن حمدي برادي كابتن ناجي خليل كابتن هشام حنفي دول اللي احنا بنشتغل معاهم الفتره اللي لكن جيب ده الفتره اللي فاتت. السنه دي بقى كمان ضفنا عليهم حاجه في كره القدم حاجه جامده جدا بس مش محظوظ برضو اعلاميا. كابتن محمود صالح يا نهار ابيض من احسن محمود ده عمل كل حاجه من احسن المساكين اللي جت في تاريخ الكوره في مصر ومن احسن المدربين والله العظيم وشهادات وكل حاجه دور وحاجه جميله بس يعني بس برضو مالوش في مالوش في العلاقات طيب جدا لا لا بيتكلم كوره كويس جدا وجامد جدا في الكوره التلميع مش موجود لا أيوه. وبعدين كان بيلعب وسط مين كابتن مصطفى يونس كابتن مرهم ما ايوه عشان تعرف تلعب أيوه. حد من الاثنين دول انت أيوه. في معاناه أيوه. الراجل لعب وكان ما شاء الله هايل أيوه. فده واشتغل لفتره طويله جدا مدرب مع كابتن طه بس بالظبط دول المجموعه بتاعتي احكي لك وليد ازارو وليد ازارو بدانا اللجنة. لانه في سنه عمل مبلغ رهيب ما شاء الله هو كمان مبلغ ومستوى ايوه يعني هو عمل الاثنين مع بعض وده هو يحسب له ويحسب لكابتن حسام البدري والفتره كان موجود فيها اكيد طبعا يعني لازم نتكلم الحته دي وليد يمكن الناس كلها خلاص عارفه ان انا شغال في الموضوع اللجنه الفنيه وكده فطبعا الوكلاء بيكلموني كتير جدا واحد اسمه شادي الهادي الاسماعيليه كلمني قال اتفرج على اللعيب ده بتاع المغرب الدفاع الجديدي والله العظيم يا سمعت شفته بالظبط انا شفته في الملعب ولا في التلفزيون في سيدي هاي سيدي هاي والله وليد ما اخذ معايا 3 دقايق 3 دقايق بالظبط شفته قلت لا لازم ان شاء الله بيننا فيه نصيب لان وقت قبلها كنت قاعد مع كابتن حسام وقال انا عايز راس حربه مواصفاته 1 2 3 علاء لو في حد اتفرج وشوف قول لي لو حد كده الثقه الحمد لله لا الثقه ما دي كلها دروس يا كابتن بالظبط بالظبط يعني دي كلها دروس بتعبر عن يعني عن مدرسه الاهلي انا كنت بقول لحضرتك ايه عنه. انا هشام بعتبره اخويا الصغير وقت انا ما كنت موجود في الفريق الاول كابتن حسام البدري بالظبط كان هو اخ كبير ولعبنا مع بعض فتره كبيره جدا واشتغلت معاه مع مستر جوزيه واشتغلت مع كابتن حسام لوحدنا ايوه فاتكلمت معاه فقال لي انا عايز مهاجم الصفات بتاعته ايه قلت له حاضر وليد بالظبط 3 دقايق قلت هو ده بس قلت هو ده بيني وبين نفسي ايوه عشان لما اخد القرار وبقى مطمن قوي في الاخر اروح مقدمه كابتن حسام من وجهه نظر انا ايوه اتفرجوا على اللعيب ده اللعيب ده وابعد بقى ايوه لحد هنا يا زمعاطي مهمتي او مهمتنا احنا كلجنه انتهى بس هما اللي اصحاب القرار بس الله ينور عليك القرار هو اللي يقوله يوم في الثاني في الثالث انا تقريبا يوميا كل بقى في النادي كابتن حسام عملته مع وليد اتفرجوا على وليد اتفرجوا على وليد اتفرجوا كتير جدا لان انا مش عايز موهبه زي كده او لعيب زي كده مش موجود معانا اتكلم على لعيب عنده 21 سنه في كل المقامات اتكلم عليها والله العظيم كويس فالمهم بعد يعني ضغط جامد جدا وشافوا الولد واقتنعوا بيه طب علاء سافر له سافر المغرب شوف وليد ده سافر الملعب سافر المغرب شوف وليد واعرف بالظبط كل حاجه عنه لان وقتها شخصيه اهم شيء بالظبط لان وقتها كان عندك مشكله في كلوبالي اللي انت جبته أيوة وهرب غيري. منك وكان مكلفك فلوس كتير جدا وهو اقل من كده أيوة. يعني بص الفرق بين ده أيوة. وده المهم سافرت المغرب
كنت انا ومحمد الهادي محمد العاصي كويس، وطبعا كان ناصر محترمه جدا برضه كان طبعا جدا كان مهندس محمود طاهر طبعا متابع، كان ساعتها هو رئيس النادي. سافرنا قابلنا رئيس النادي وقابلنا الناس كلها وشفنا وليد. ما شفتوش في ماتش؟ شفته كان وقتها كان يعني هل اكتفيت بالدقائق دي ولا شفته في ماتش؟ مش دقائق، ماتشات. ماتشات. لا انا قلت لحضرتك ثلاث دقائق كنت جمعت النادي. أيوه كويس. أيوه. بعدها بقى ماتشات على طول. يعني متابع الدوري المغربي واتفرج على وليد. أيوه. وبعدين في الاخر اتفضلوا قرار النهائي او التقرير النهائي لوليد. أيوه. رحت اتفرجت عليه، كان عندهم معسكر في اغادير مع مستر رينارد مع منتخب المغرب. كويس. اتفرجت عليه في تمرينه، اتكلمت مع رئيس النادي. طب من تمرينه تطلع ملاحظات ايه؟ عشان الجمهور بس الملاحظات اللي انا اللي هو بيتمتع بيها الوقت. جد جدا في الملعب. عايز يلعب، روحه حلوه قوي قوي قوي، لدرجه ان بقول لك الناس بعد ما تشوف كم لاعب في النادي الاهلي قال لك ده واضح واحد متربي في النادي الاهلي. ايوه. وكتر غيرته وحماسه على الناس. صحيح. فانت انت كل شويه بتشوف ميزه في لعيب صغير قدامك. رحنا رئيس النادي، الراجل سابينا استقبالها طبعا، كلمت وليد. كلمت وليد انا فلان الفلاني واحنا عايزينك في النادي الاهلي. الولد مش عايز اقول لك رحب ازاي، مع انه كان عنده عرضين، واحد من فرنسا واحد من بلجيكا. عرضين جديين طبعا. كويس. واوروبا. قال لك لا انا عايز اروح النادي الاهلي من حبه، وعارف يعني ايه النادي الاهلي طبعًا. وسمع اللي فيه النادي الاهلي. المهم حصل الحمد لله، خلصناه بمليون و200 الف دولار. السمات الشخصيه بقى اللي انت لقيتها فيه، ان حته انه جد وانه كذا وانه كذا، ولا بتبقى في حاجات تانية كده تكات انت بتحاول تقيس؟ ان اولا لما روحنا المغرب في بعض الاشخاص عرفوا محمد هناك، عرفت كل حاجه محيطه بوليد. ايوه ده لان ده الاهم بالظبط. اولا راجل محترم جدا، متدين، طيب جدا. عرفت كمان حاجه غريبه جدا، بيحب اهله جدا 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 جدا، وبره باهله قوي قوي قوي. يبقى خلاص هاته ده تتكلم في هاته ده تتكلم في سمات بره الملعب. طالما وصلت للجزئيه الاخيره دي يجي على طول. انت بتتكلم في سمات بره الملعب، بتتمنى يكون مثلا في ابنك. ايوه بالظبط. كويس بالظبط. غير الملعب. أيوة. لا انا يعني لما روحت المغرب دي كانت سفريه طبعا الحمد لله موفقه جدا، لانك جبت كل حاجه خاصه باللعيب. وجيت كلمنا كابتن حسام هناك، خلص علاء، خلصنا الحته دي، حته بقى العقد والكلام ده كله مع محمد العاصي، وخلصوا على كده. وانت يهمك الشق الفني بس. وجي وليد طبعا وبدا رحلته مع النادي الاهلي. رحله الاول يلعب، نزل بتوع عربيه. رحله كبيره، بدا بدري، مفيش جوال، كابتن حسام كلام، صبر عليه بقى الوقت. ما شاء الله هداف النادي الاهلي، اكتر محترف جايب اهداف. أيوة. كان الموسم اللي فات جايب لك 200 مليون جنيه. ايوه القيمه التسويقيه بتاعته. 22 سنه. ايوه. وموسم واحد بس في النادي الاهلي. موسم واحد في النادي الاهلي. الناس تاخد عموله بقى يا كابتن؟ طلعوا لك لا. أيوه. لا في النادي الاهلي بقى. لا انا بتكلم بشكل احترافي. لا يعني انت واللجنه دي كسبتوا النادي الاهلي في سنه 200 مليون ولا حاجه خالص. ولا حاجه، الراتب وبس. عملت شغلك وراتب معاك الحمد لله تمام. ده وليد. غير كده بقى انت مين بقى تاني كابتن؟ صلاح محسن. انا مصمم ليه اقول اتفضل حضرتك، لان الناس بتبقى فاهمه ان اللجان دي مجاملات. يا خالص الحمد لله. فلازم نوضح للناس مين اللي جم بالزبط. من خلال لجنه زي كده بتتفرج وبتتابع وبتختار. خلي وليد ده على جنب، خلاص وليد راح. صلاح محسن كنا متابعينه في الناشئين. في الناشئين. هو في الناشئين وقلنا عايزين صلاح محسن. كويس. طب لما جم يشتروه سالوه؟ كنا كاتبين تقرير عليه والله. والله مقدمينه صلاح محسن.